جدل كبير أثارتها فتوى لأحد علماء الأزهر الشريف مؤخرا، مفادها أن الرجل لن يدخل الجنة إذا غضبت منه زوجته. هذه الفتوى أحدثت حالة من الجدل الواسع بين علماء الأزهر الشريف، فمنهم من راح يرفض هذه الفتوى جملة وتفصيلا، والبعض الآخر أوجد مبررا لها. شيخ أحمد، إزي حضرتك؟ الحمد لله يا باشا، ربنا يخليك. حضرتك فندم محمد زهران من وكاله ارم نيوز. اهلا، ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا بك. كانت هناك فتوى لاحد المشايخ على احدى الفضائيات بتقول لن يدخل الرجل الجنه اذا غضبت منه زوجته. ما مدى صحه هذه الفتوى؟ فتوى غير صحيحه بالمره. ازاي؟ افرض زوجته ديت غير طاعه لله عز وجل، غير محافظه على الصلاه، لا تؤدي الفروض، يبقى لن يدخل العبد الصالح الجنة بسبب ان زوجته مش راضي عنه؟ كان غير صحيح بالمرة. ده العكس طبعا، لن تدخل الزوجة الجنة حتى يرضى عنها زوجها، ولن يدخل الرجل الجنة حتى ترضى عنه امه، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته السيدة عائشة وقالت له يا رسول الله اي الرجال اعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. فقالت طب اي النساء اعظم حقا على الرجل؟ كان في دماغها بقى انها ان هو يقول لها ايه؟ زوجته. صح؟ صحيح. فطبعا رد لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ امه. ولو كنت امرا احدا ان اسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. اولا انا ما قرات هذا لعالم فقط. ودخول الجنه وعدم دخولها يا ابني ده يعني بعفو الله ورحمته ولطفه. ليس لهذا القول دليل ولم يقل به عالم قط من علماء الأمة، فلست أدري من أين أتى به. هو كان قصده أن لن تدخل، يعني الرجل مش هيدخل الجنة لو امرأته مزوجته عنده، بمعنى أنه هو إنسان ظالم فامرأته مستاءة أو مظلومة، خدت بال حضرتك؟ لكن مش على العموم، يعني لو هو إنسان سيء وهو مثلا ظالم في كل شيء وما بدهاش حقوقها، طب ما هو عقابه إيه عند ربنا؟ فاهم قصدي؟ لكن مش معناها ان هي مش راضيه عنه في العموم، لا هو مش كده خالص، يعني لو هو لا يعطيها حقها فيبقى جزاؤه عند ربنا اكيد بما يفعل. الموضوع ما يتاخدش كده، ان كل واحد له حقوق وواجبات، اللي بيأدي حقوقه واللي بيأدي واجباته ربنا يحاسبه على اللي عمله. زوجه الظالم هل جزاؤه ان ما يدخلش الجنه؟ على حسب ظلمه حضرتك، ما هو كلمه ظلمه دي كلمه واسعه قوي. يعني مثلا لو هو بيطلب منها انها تعمل افعال سيئه، ماشي كده، بتطلب انها تفعل منكر، غير ما يقول لها مثلا انا مش عاجبني الاكل ده، او ان هو بيكلمها كلام وحش، يعني ما فيش معامله، ما فيش ود. فكل ظلم ما نقدرش نقوله على العموم، كل ظلم له عقابه عند ربنا، ما فيش حاجه مطلقه. هو يعني بس يعني ايه التعبير خانه في الكلام، لكن الموضوع مش على المطلق. حتى لو واحد ظالم، الزوج مع زوجته او واحد مع اولاده او كده، على حسب نوع الظلم وعلى حسب هو ظلم حقيقي ولا ده من وجهه نظر الطرف الثاني. ما فيش حاجه حضرتك تبقى عامه كده. ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول لنا انتبهوا، ما فيش تعميم، يعني بيقول لعلكم قليلا ما تشكرون، ومن الناس وقليل ما هم، يعني ما نقدرش ناخد قاعده عامه لكل الناس. كل واحد بيقول لنا مثلا بالنسبه لحضرتك بتقوله ده نوع الظلم ايه كذا كذا كذا، طب نرجع للشرع ده عقابه ايه كذا كذا، لكن ما فيش حاجه مطلقه.